سليمة حرب، محاضرة صحية وخبيرة بالطب الطبيعي. بدنا نحكي اليوم جديد مساهمة الطب الطبيعي ودور العلاج الغذائي الطبيعي بالتعامل مع الأمراض والحالات وبعلاج مشاكل البشرة والتعامل مع إنقاص الوزن، وأكيد عدد كبير من المواضيع. أهلا وسهلا فيك سليمة، شرفتينا حبيبتي. شرفتينا سليمة، وأهلا وسهلا فيك كتير لبقلك اللوك اليوم. سليمة، بدي أبدأ معك عن حديثنا عن السمنة. شو أسباب السمنة، وهل ممكن السمنة تؤدي إلى انتفاخ أو حتى إلى الكرش؟ أكيد. هلأ في ناس كتير عندها انتفاخ وعندها كرش مثل ما بيقولوا، وما بيكونوا ناصحين. هلأ هيدي بتكون مشاكل التهابات بالكولون، كسل بالجهاز الهضمي، بيؤدي لنفخة. يعني مش ضروري يكونوا مرتبطين ببعضهم، بس ما في حدا يكون عنده وزن زايد أكيد إلا ما بيكون عنده كرش. وفي ناس اللي بتبقى هيك الترهلات اللحم وهيدا. هلأ أسبابها أكتر شيء يعني لما يبقى إنه أكل السكر، أكل الخبز، يعني كلنا بنعرف بكل حلقة دايما نحكي زيت الشيء، ولازم نضلنا نعيد هيدي الأشياء لحتى الناس توعى اليوم أكتر. يعني أرادي العالم إنه عم تروح عند يعني حدا لحتى أخصائية تغذية لحتى تضعف، بس منمشي بهيدا النظام شوي صغيرة، جمعة، شهر، 10 أيام، بعدين منزهق منوقف. صحيح. فأنا بختصر بشكل عام بقول أنا لا أؤمن بشيء اسمه رجيم. أنا مع نظام غذائي متوازن، خفف خبز، خفف سكر، خفف مقالي. أوكي، يعني هاي الأشياء اللي بتضر، ضغط، سكري، كوليسترول، وزن زايد، ضعف نظر، كمان للفقدان الذاكرة أو الإنسان إنه ينسى أو تضعف ذكرته، كل هيدي أسبابها هيدا الأكل الجانك فود، يعني وكثرة الأمراض آخر هالعشرين 25 سنة أكتر لما صارت هيدا اللايف ستايل تبع ناس كتير. ففي كتير قصص منقدر نخدها يعني كأعشاب طبيعية. في ناس لما نقول كلمة أعشاب يعني إنه يا لطيف شيء صعب، يعني إنه نحنا شو ما منحب الأعشاب، أو هي شغلات موجودة اللي أنا بحكي عنها موجودة بكل مطبخ. شو هي الوصفة سليمة للسمنة؟ يعني اللي لنضعف، شو الأشياء اللي فينا نشربها بشكل عام؟ خلينا نقول السهق بمتناول أيدي الكل، البقدونس فينا ناخده، حبة البركة، النعنع، الشومر، القرنفل، الكركم، الزنجبيل، ورق الغار، كل هيدي الأشياء بتساهم بإنقاص الوزن. بس اللي بيساهم أكتر وبركلج أكتر لما نحن نطلع الأنسولين من الكبد. كيف منطلع الأنسولين من الكبد؟ لما نوقف سكر، ما ناكل بين الوجبات نقرشات الأكل، يعني مثل ستايل نظام المتقطع، خلينا عم ناكل مثلا وجبتين باليوم، مش مشكل إنه أوكي. ودايما نأخر الغداء حتى ما نرجع نتعشى، ترويق أكلها لوحدك، الغداء جيب من يتغدى معك، العشاء تعميل عدوك. دايما العشاء تروق ترويقة ملك، تغدى غدا أمير، تعشى عشاء فقير. بقولوا تعشى وتمشى بالضبط. إذا منغوص بأعماق الأمثلة منلاقي بكل مثل في عبرة. بس هلأ للناس اللي بتاكل عشية وإذا اضطرينا إنه نحنا ناكل، بليز قبل ما ننام كباية مي فاترة مع ملعقة خل تفاح. أوكي، ما عنا مشكلة، حتى اللي عنده مشكلة بمعدته ما بتضره، بتضره أو بتأثر إذا أخذناها على الريق. والناس اللي ما عندهم مشكلة بمعدتهم بياخدوا الصبح مي فاترة، فيهم ياخدوها مع حامض. أنا شخصيا باخد شوي ملح وماء، مي وملح مع نص حامضة كل يوم. هلا في ناس كتير تقلك أنا بقدر باخد حماية للمعدة، فينا نستبدل هاي الأدوية اللي كتير مش منيحة وإلى عواقب على كترة استمرار، يعني استمرار إنه نخدها. فينا ناخد قشر الرمان، حتى بالقرآن مذكور عنه الرمان بكتب الطب النبوي. الرمان دباغ المعدة، يعني الرمان كتير بقوي المعدة. قشر الرمان هو بيختم الجرح، هو بيقضي نهائياً على التقرحات. يعني أنا بمنتجاتي علاج التقرحات ومشاكل المصران هي من قشر الرمان، أكيد معه أشياء تانية، بس هو قشر الرمان بالدرجة الأولى يعني اللي بيفيد لهيدا الشيء. طيب إذا الناس عندها كتير عصر هضم، انتفاخ بالبطن،
بيكونوا ضعاف، يعني ما بيكونوا مش صح. ضروري عندهم وزن زايد، constipation، ما بيقدروا يفوتوا على التواليت، وبتعرفي المصران بيصير يوجع، يعني بيصير يعمل وجع. شو الأفضل؟ لهون بدنا ناخد زهورات ضروري قبل الأكل وبعد الأكل. هلأ المصران بيبقى كسلين، ناس كتير بتاخد أشياء ملينات، هيدا جهاز الهضمي، بتاخدي شيء ملين للمصران بتطلع الفضلات من الجسم بيرتاح الإنسان، بس المصران بقى قاعد مرتخي. نحن بدنا نشرب أشياء ننشط جهاز الهضمي، دايما منقول لما يتنشط جهاز الهضمي تنشط الكبد، تنشط الكلاوي، ما بقى في نفخة، ما بقى في غازات، ما بقى في إمساك، تلقائيا الجسم بياخد حاجته، الباقي بيطلع مع الفضلات. هيدا زغبرة المعدة تنشط وبصير لما المصران يتحرك، بس انت عم تاخدي هالأدوية على الملينات لمعدتك. في عالم كتير، يعني أنا 80% من الناس اللي بيجوا لعندي عندهم هاي المشاكل، لأنه طريقة الأكل غلط، الحياة غلط، ما منشرب ماء كتير، ما منمشي كتير، كمان في ناس كتير بتعصب، التعصيب كتير بيأثر على هيدا الموضوع. كيف فينا ننظف نحنا؟ لما نوقف الخبز الأبيض، الخبز أو المنقوش اللي نحنا منكلها هي جبلة بطون بالبطن، ما بتعمل شيء، ما يعني تعمل ردة فعل سلبية بعد شوي لما ناكل. يعني أي حدا اليوم جوعان، الفقير والغني، يتروق بيضتين ثلاثة مسلوقين، ما ناكل شيء، يعني ما ناخد. أو إذا نبلش نهارنا مكسرات مثلا، ما نبلش نهارنا بالكاربس ولا بالحلو. دايما دايما ننتبه لهذا الموضوع، نشرب قهوة، نشرب كاكاو، نشرب أي شيء الصبح فينا نشرب، بس نطول نتأخر بالترويقة، وعطول ناخد سوائل. ليش هلأ برمضان بيبقى الأكل إنه بده يأكلوا تمر، بيشربوا الشوربة، بعدين بيأكلوا السلطة، بعدين بيأكلوا السخن. دايما نبلش بالأشياء، بالأشياء اللينة، بالأشياء المش مطبوخة قبل. خلي يكون كل يوم بالوجبة الغداء بالصفرة طبعنا في شوربة وفي سلطة وفي وجبة رئيسية. بتضل المعدة، يعني الألياف كتير مهمة للجسم. صحيح. وبعدين اليوم سوري الكبد لما بده يعمل وظيفته الطبيعية، إذا أنت الشخص عنده إمساك أو ما عم تطلع الفضلات من جسمه، طب بخار هيدي السموم وين بده يروح؟ بخار هيدي السموم بيطلع على الرأس، صداع، دبغة بالجسم، بده ينفس بالجلد، بصير يطلع ريحة سوري عرق بشعة، ريحة نفس بشعة. يعني هيدا بيأثر، بيعمل الأسود تحت العيون. حتى الإنسان لما بده يفوت على التواليت غلط يطلع روايح بشعة من الجسم. لما نحنا بيكون أكلنا نظيف بيكون هيدا شي نورمال لحد ما. يعني فطريقة الأكل، منرجع قولي ماذا تأكل أقول لك من أنت. مقبرة الإنسان بين فكيه، يعني نحنا اللي نحنا اللي منأذي حالنا بطريقة أكلنا. يعني شو حلوة هالأمثال منك يا سليمة. معنا محمد بدر من الكويت بيطرح عليك سؤال، بقول إنه هو كان وزنه 122 كيلو، عمل رجيم كتير قاسي وخسر 30 كيلو، صار وزنه هلأ 92 كيلو بعام 2022، ومن وقتها وقف وزنه هون وما عم بيقدر ينزل أبدا. بيسألك شو الحل، وبقول إنه هو عم بيشرب مثل ما نصحتي المي مع خل التفاح، وأيضا عم بياخد الحب السوداء. شو قصده بالحب السوداء؟ ما بعرف، يمكن حبة البركة. كيف بياخدها؟ بس يا ريت عم نعرف محمد بدر منك، يا ريت ترجع تبعت لنا. هلا كيف بياخدها؟ في يغلي المي، يغليها بالمي يشربها، وفي ناس بينقعوها وبياخدوها، في ناس بيطحنوها طحن. يعني انا السبلمنت اللي عندي باي منتج من منتجاتي باي سبلمنت بحط الحبة البركة، كتير كتير مهمة. يعني بيقولوا لها الحبة السوداء، الحبة يعني اللي بياخدها، بمعنى انه ما بيموت قد ما هي بتفيد، يعني لكتير قصص، للنظر، للذاكرة، بس بيكون الجسم عامل بلوك. منعطيه نظام غذائي، اذا بيتواصل معنا يمكن رقمي بتقدروا انتو تعطوه، إذا بيتواصل معنا بنعطيه بعطيه نظام غذائي وبعطيه سبليمنت معين ياخده، وأكيد لازم يقطع السكر ويكون موقف الخبز، وخصوصا الخبز الأبيض. ما إلك غير سليمة يا محمد بدر، سلامة قلبك. ناجي من مصر بيقلك إنه هو ضعف كتير، بس المشكلة إنه كرشه راح، بس الكرش أسفل الكرش بعده.
أوكي. هيدا مزبوط. هيدا تجمعات الجلد لما يبقى الإنسان ناصح. في ناس كتير بعينه من هيك بيروحوا لعملية شد جلد. فهو بيقدر إذا كان وصل لهاي المرحلة وإنه هو ضعف كومبليتلي مزبوط وموقف سكر، لأنه بمصر كتير بيأكلوا خبز وسكر، كتير بيعتمدوا يعني كل أكلهم رز بطاطا، بيأكلوا كتير الكاربس يعني البطاطا الرز الخبز يعني، فبيعمل له رياضة، بس ما بده شيء إلا رياضة، أنواع كريمات طبيعية من منتجات سليمة بس أنه يوقف، يضل موقف السكر. نحن لما نوقف الخبز والسكر الجسم تبقى أنت معود جسمك عليهم صح ولا لا؟ فالجسم لما بده حلو بده كارس بتصير هيدي الخلايا اللي هي بدها تروح بتاكل الخلايا اللي عم بتموت اللي انت تركتيها بجسمك، بتصير بصير الجلد بينقى اذا هيدي راحت اصلا. وانت من هيك اللي بيوقف سكر بيضعف صحيح. تلقائيا بيضعف. بعدين نحن بعد 48 ساعة بس نقطع السكر ماكسيمو يومين نوقف، ما بقى جسمك بيطلب السكر ما بقى أبدا، بقى فترة صغيرة. بعدين بصير واحد إذا بده يأكل حلو ممكن يمرق طمر فواكه اللي فيها سكر. أوكي. عنا غدا من لبنان كمان بتسألك سؤال، بتقلي كيف بناخد قشر الرمان، علما أنه حكيت عن موضوع قشر الرمان بس ما قلتي لنا كيف منغلي. صح. كيف منغلي قشر الرمان؟ قشر الرمان فينا ناخده مطحون، يعني أنا بخلطة معينة بعطيها ناخدها ونشرب وراها ماي، والقشر يعني تقريباً 2 مج مثل هيدا بده نص رمانة مع الأبيض تبعها من جوا، عرفت شو؟ منغلي الماي ومنحط بقلب الرمان ومنغطيها. هلا الرمان شوي مر، يعني أنا شخصياً ما بحب طعمته كتير، هي منا بشعة، فينا نحط معه ورقة نعنع، فيك تحطي عود قرفة رنفل، وإذا شربنا مرتين رمان رائع بقوي النظر. هلأ أنا بقول الرمان بشكل عام بسميه الفياجرا الطبيعية، هيدا الرمان كبزر كعصير أوكي، بس لتقرحات المعدة ومشاكل المصران بناخد قشر الرمان. ما بيسوى ناخد الرمان لأنه في حامض إذا كان في تقرحات أو شيء. بنغلي المي ومنحط قطعة الرمان منشرب مرتين بالنهار، وكتير بيقوي النظر، كتير بيقوي الذاكرة، كتير بيحمي من الألزهايمر. هل صحيح أنه الرمان كمان بنقي الدم؟ إيه طبعا أكيد، إذا حدا عنده فقر دم بيشرب كل يوم، هو رمانة رائعة يعني، إذا كل يوم بناكل رمان بموسم الرمان، حتى بذر الرمان كتير إله فوائد يعني، حتى تجميليا بذر الرمان فيه كولاجين، يعني إذا نحن لما ناكل الرمانة وإذا بتاكل الأبيض تبعها، يعني لما تقشر الرمانة هول بيطلعوا من جوا الأبيض، أحيان فيهم شوي شرش مرورة بس كتير بقوي المعدة، كتير بقوي المعدة وكتير بيروحوا سوري الدود أو الأشياء الميكروبات اللي بقلب المعدة إذا نحن منكلهم. عاصم من السعودية بيسألك شو إيجابيات الكركديه وشو سلبياته؟ ما في سلبيات للكركديه، كل شيء بالحياة منشربه كتير ما يعني منه منيح، بس مهم كتير الكركديه بنشط الكلى أول شيء، بنقي البول، بيحمي للرجل من البروستات، لك شعري شو حلو بغسله بمية كركدة كمان تجميليا رائع الكركدة، ومنخلطه مع الحنة، بس حتى المصريين بيشربوه بالقهاوي يعني يومك كركدة كتير منيح، بينزل الضغط، يعني من أهم الشغلة لإله إنه بينزل الضغط. كل شيء بالحياة ما نشرب منه أكتر من فنجانين، يعني إذا أنت بتحب الكركدة بتشرب كركدة يومين ثلاثة أربعة، بتمرق مثلا مرة معه رنفل مرة نعنع مرة وقف ستوب، يعني هيك إنه ما نشرب ديلي زيت الشغلة. طيب إذا بدنا نحكي عن وصفة لتساقط الشعر ولبصلة الشعر شو هي؟ هلأ شي نحنا نعمله بالبيت، نعمل ماسكات اللبن والخميرة بتقوي الشعر، بتلمع الشعر، بتنعم الشعر، ملعقة لبن مع ملعقة خميرة. زيوت الطبيعية بكل أنواعها رائعة جدا، عم نحكي على الكركدان، إكليل الجبل، القرنفل، القصعين، الزعتر، إذا نحن غلينا شيء من هاي الأشياء مش ضروري كلها مع بعضها، ورق الجوز من الأشياء الرائعة إنه نحن نغليهم ونغسل شعرنا فيهم، يعني على طول ما تخلي يقطع يوم ما يكون عندك على المجلة كباية فيها حتى الشاي
شوفي الشاي قدي مهم للوجه وللشعر، بس أكيد بدون سكر يعني أنه بيكون مغلي الشاي، بس نغسل شعرنا فيهم هيدا كتير بقوي. هلأ لما يبقى كتير في مشكلة بالبصلة، في زيت البصل، في زيت الثوم، بنعطي وصفات بخلاصة الثوم، وإذا برشنا البصلة مثلا نقعنا الشعر فيها تعمل ريحة بشعة، بس نحن لما نحط معها خل ما بتعمل هيك. في ناس كتير يعني أنا 80% من المرضى عندي اللي عندهم صدفية بالشعر من علاجهم بخلطة زيوت دخلها زيت البصل، وهيدي الزهورات اللي عم قلك عنها. طيب إذا بدنا نحكي للصيف هلأ وشوب والجسم بينشف كتير والجلد بتنشف كتير، العيون بينشف كتير، كل شيء بينشف كتير، شو مناخد هيك تو هايدريت للرطب؟ أوكي، هلا في سبليمنت، في أشياء. أول شيء لما نشرب بالصيف ليش الفواكه؟ لي بتحس فواكه الصيف كلها إنه ناكل كتير فواكه، نشرب كتير ماي، أهم شيء يعني أقل شيء ناخد 2 لتر ماي كل يوم. بس كمان أكل البروتين بيخلي الجسم هيك جوسي إذا بدك، فكتير لازم ناكل البروتين حتى ما ينشف الجلد يعني. وأقل شيء 3 بيضات كل يوم، البيض كتير كتير مهم بهيدا الموضوع. وهلأ نشاف الجلد في زيوت مثل زيت جوز الهند، زيت اللوز، مثل زيت اللافندر بمنتجات سليمة، لأن عندي كريم شمع العسل يعني أنا بطبخه مع زيوت طبيعية لحتى لترطيب الجلد أو لحتى نعمل برونزاج مثلا. هذا جربته سليمة كتير حلو، كريم شمع العسل. ايه رائع، بجنن للإيدين. شيء مش بس للإيدين يعني، إذا حتى ولد بيبي عنده سوري التهاب أو مصمت بيقولوا بحطوا له، يحطوا لابنه؟ طبعا طبعا، حتى سوري على الوجه فيك تحطي، على الجسم، على الحرق، للتشقق، للترطيب. في ناس عندها التشات البيض وعندها سوري السيلوليت، كله هيدا بيروح بكريم شمع العسل. بدي انتقل معك نحكي شوي عن الأمراض المزمنة سليمة. بالطب الطبيعي هل فينا نعالج أمراض مزمنة مثل السكري، مثل الضغط وغيره؟ طبعا أكيد أكيد. هلا أنا بمنتجاتي أو بوصفاتي، ما بدي أقول كله بس منتجاتي، لأنه اليوم 80% من الناس اللي بتتقيد بالوصفات الطبيعية، الإنسان هو بيعالج حاله، ما خلق الإنسان للا يكون مريض. السكري، الضغط، الكانسر، كل الأشياء بنظام الأكل أكيد. وفي كتير وصفات مثلا للسكري، إذا بناخد ورق الزيتون، بناخد إكليل الجبل، بناكل كتير خيار، كتير ملفوف، كتير بصل، بكل المشاكل الصحية بنوقف الخبز والسكر. هيدا الشيء معروف. السكري بدنا نقطع كومبليت للكربوهيدرات يعني. ويكون كتير أكلنا إنه لحمة، سمك، دجاج، سلطات، بيض، يعني يكون أكلنا كتير بروتين. ولما نصوم الإنسان الصيام المتقطع هو لوحده علاج، هو دواء لحاله لكل الأمراض. الجسم هو بصير ينظف حاله لما نحن نصوم أكثر من 12-13 ساعة ما ناكل. لا شو بيفرق الإنسان لما بتقولي أنه هيدا الإنسان صحته منيحة؟ مش إذا أنا مليسة شعري ولا صابغة شعري ولا لبسة شيء حلو لما يكون الإنسان بتطلع بعيونه، في بريء بعيونه، في لمعة بشعره، بسمته كلها حياة، في جاذبية، مبسوط، أكتف، سعيد، هيك بيمشي، في طاقة، هيدي هي الصحة. يعني كلنا معرضين إنه نمرض، وكلنا معرضين نوقع ونسخن، بس بشكل عام لما يكون اللايف ستايل تبعك هيك فرش، أنت بتكوني فرش، أنت بتكوني سعيدة، أنت بتكوني مبسوطة، بتحسي حالك خفيفة، بتحسي حالك عن جد شعور كتير حلو. لما نحنا نقرب للطبيعة، لما ناكل أكل صحي، بصير تحبي حالك، بصير تحبي الحياة، تحترمي جسدك. إن لجسدنا علينا حق، جسدك لازم تحترميه. كيف تحترميه؟ إذا بتلبسي بوندون ذهب، ولا إذا بتلبسي ساعة ألماز، ولا الله خلق لك جسدك ونام، أنت كيف بتقولي له شكرا لربنا؟ ما فيني أبعث له مسج بقول له شكرا من حالة الفرح اللي أنا فيها. نحن إذا منفكر بتكوين الجسد منقول هيدا سر الكون،
عقلك دماغك قلبك، هالقلب اللي أنا صار عمري 54 سنة قلبك عم ينبض ما رمش ثانية، إذا بيرمش ثانية بتوقف الحياة. هيدا معجزة إلهية أو لا؟ هيدا أنا ما بدي أحترمه. بتقشعي بتسمعي بتمشي بتضحكي بتبقي عم تركضي، هي عندي تلفزيون ومش فاضية أشرب عصير، مش فاضية أكل راكد ويلا ومش قادرة ومش فاضية. ما الحياة بلحظة بتوقف، لحظة بنعمل اكسيدون على السيارة منبطل بالسيارة منبطل موجودين، مزبوط ولا لا؟ فبدنا ما نعمل شيء عرضنا للخطر، نحب حالنا، نحب جسدنا، نحب الحياة، نحب الشمس، نحب رب العالمين. دايما بقول الله ما بيسمع ساكت، الله بحب اللي بغنجه، بحب اللي بدلله، نطلب منه يعني الله شو بده منا غير ما نحن نكون مبسوطين. وكيف بتكوني؟ ما حدا، الله ما خلق حدا لا ليكون مريض ولا ليكون فقير، والفقر هو فقر العقل، مش قصدي الفقير فقير المال، لأنه اليوم ما أكتر المال، ما صح. في ما في أكتر من المال وكثرة المشاكل بالدنيا. كلامك من ذهب سليمة، بدنا نشكرك على هالكلام الحلو عن جد. الكلام عن الصحة هو أحلى شيء، وبعدنا ببداية الحلقة عم نقول إنه كل شيء رايح بالحياة، ما في غير الصحة هي الدائمة. شكرا على وجودك معنا سليمة حارب، ويعطيك ألف عافية. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.